مستشفى سعود تجسيد للإهمال بجزيرة سعود في الشرقية. طيب يلا. دي جزيرة سعود، ماشي، مركز الحسينية، محافظة الشرقية، تمام. المستشفى دي عادت على 20 سنة كده وهي مهجورة، ما فيهاش أي حاجة. هنا في حوالي 180 ألف نسمة بيخدمهم الوحدة دي، كانت يعني عبارة عن إيه، عن وحدة صحية بس متطورة، كان فيها جراحات وكان فيها أقسام حميات ولادة وخلافه وخلافه وخلافه. ما عادش فيه دلوقتي من 30 سنة، ما فيهاش أي خدمة، ما فيهاش أي شيء، ما فيهاش. البلد زي ما أنت شايف كده خراب، المساحة شاسعة، يعني مساحة الوحدة اللي تابعة للصحة مساحة شاسعة جدا. الوحدة لما بتشتغل بتشتغل ساعتين اتنين بالظبط، سبت وثلاث بس في الأسبوع كله، بتطعم الأطفال الصغيرين وتيجي قافل. حتى الأطفال اللي بيجوا، يعني الأطفال اللي كمان اللي بيجوا بدهم يطعموا مش بيلاقوا، هيلاقوا الناس مش. والله لما أولادي بيتعبوا مش بنلاقي حتة نعالجهم فيها، وما بنلاقيش دكاترة في المستشفى، وما مش في أي رعاية، ومستشفى حتى ما فيش حتى كرسي حتى الواحد يقعد عليه. النهارده اللي المصاب ولا اللي فيه أي شيء بيمشي حوالي 12 13 كيلو عشان يوصل مستشفى الحسينية المركزي. ما فيش ولا في أسعاف ولا في أي حاجة عندنا خالص صوت، فيش أي حاجة في صوت خالص. ده المبنى لسه ما اتعملش فيه حاجه خالص، ده وعود كثيره ان هو هيبقى مستشفى وهيطلع وهيعملوه كذا كذا كذا، ولسه ما فيش اي حاجه خالص، لسه ما طلعش ولا شفنا فيه اي حاجه. والكلام ده من زمان، مش من دلوقتي ولا من سنه ولا من سنتين. كل اللي اتصرف اترمى في الارض. اول مركز في محافظه الشرقيه فيه فساد مجلس مدينه الحسينيه، اول مركز واول مجلس من اول المحليات لغايه مجلس المدينه. المكان ده يا باشا كان محول كهرباء بتاع المستشفى كله، اتسرق من الهمال، مالي كل حاجه، حيوانات وفران وبلطجيه، البلطجيه بتعيش هنا، مخدرات، بيبيع مخدرات وكل حاجه هنا في سعود، فما بنعرفش نطلع من اذان المغرب. هذا الموقف خرابه، مستشفى خرابه، طرق خرابه، ما فيش اي امكان. ام البوتاجاز بنجيبها ب 50، ما فيش اي خدمات خالص. عملنا فاكسات، عم روحنا للمسؤولين، جبلنا المحافظه اكتر من مره، وطبعا المحافظين القدامى وخلافه، ما فيش اي جديه، ما فيش اي حد، ما فيش اي مسؤول. يا ريت الناس اللي منزله مجلس الشعب دي تهتم بالبلد وبخدمات البلد، مش احنا مش بنقول حاجه خاصه، ده حاجه عامه للبلد كلها، المستشفى، الكهرباء، الميه، الطرق، كل حاجه في البلد مش حلوه. اناشد المحافظ الجديد سعادتك بناشدوا الطريق ثم المستشفى بتاع سعود. مستشفى سعود يا سياده المحافظ بيخدم 180 الف نسمه. احنا بنطالب ان احنا كحق لينا في الدولة ان المستشفى دي تقوم وخلاص، احنا عايزين المستشفى كحق الصحة، احنا مش عايزين الا حق الصحة. معرفش انا فاتني اسم زميلي اللي عمل التقرير ولا هو ما اتحطش، مش عارف، بس هي تقرير كويس. بنقول تاني وتالت ورابع، استاذ احمد عز الدين يعني من شبابنا الممتازين، تاني وتالت ورابع، عشان ما يقولوش ان احنا بنطلع الحاجات الوحشة. احنا بنطلع المشاكل بتاعت الناس عشان نخدم السادة المسؤولين، بانه اذا ما كانش يطلع على المكان ده يطلع عليه. لما بنطلعش ما بنخورش، لا دي حاجات واضحة زي الشمس زي ما انتوا شايفين، وحاجات احنا بنقول تاني وتالت ورابع قديمة، عايزين عليك بقى نشوف شوية همة شوية حركة. بس احنا بنخدم على السادة المسؤولين، يعني احنا همزة وصل. تاني بنقول همزة وصل ما بين المواطن وما بين السيد المسؤول، بنقول له تفضل شوف في المنطقة بتاعتك عندك كذا، في المنطقة بتاعتك عندك كذا. نتمنى ان هو يرد علينا ويقول احنا عملنا كذا، سوينا كذا، ما يردش ويحل المشكلة، يبقى له كل الشكر وكل التقدير وكل التحية وكل الاحترام. اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ محمود، ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. طيب انت طبعا بتكلمني عشان كانت حكايه المحامي دي. طيب لو عندك معلومات يا ريت سياده اللواء. مرحوم كريم حمدي، هو كريم حمدي محمد ابراهيم، ده 28 سنه، حصل على رصاص حقوق، تمام، مقيم بدائره المرج، وكان في 23 بناء على اذن من النيابه العامه كويس واجراءات قانونيه تم استهدافه واخر لدورهم الضالع في احداث العنف في منطقه المطريه وفي منطقه عين شمس. كويس، حضرتك تعلم ان منطقه المطريه من اكثر المناطق المستهدفه. لبش منطقه لبش، انا عارف طبعا. كان اشارت المعلومات الى ان الاثنين دول بيحوزوا اسلحه ناريه
وبيحوزوا ادوات عنف بيستخدموها في هذه التجمعات. بالفعل توجهت ماموريه قامت بضبطهما وبحوزة سيما بندقيه ايبيه 119 طلقه واربع خزن وبندقيه خرطوش متعدده الطلقات وقطعتين سلاح محل الصنع، واحده كباس خنطوش 12 مللي وواحده فرد محلي روسي تمام و21 طلقه 23 طلقه. المهم يعني كميه من المضبوطات وعدد من الاسلحه البيضاء خناجر والجيركن بنزين وخمس اقنعه وجه. وتحرر المحضر اللازم وعرض على النيابه تمام. النيابه قررت حبسهما وطلب التحريات المباحث. والنهارده اثناء قبل عرضه على النيابه فوجئ انه عنده هبوط، حاولوا ينيروا المستشفى الا انه توفى الى رحمه مولاه. هما بيقولوا هما هو الحقيقه يعني هو ست اللواء راح النيابه ولا ما راحش؟ راح النيابه يا فندم يوم 24 واتحبس وطلبت النيابه تحريات وفضل محبوس في القسم. يعني هو كل كفه من يوم 24 ضبط في 23 وعرض على النيابه في 24 تمام. وبعدين رجع من النيابه على القسم على الاسم كويس. رجع النيابه على الاسم، اصيب بحاله هبوط، حاولوا ينقلوه للمستشفى الا انه توفى فور وصوله للمستشفى. طيب الوزاره اتخذت اجراءاتها في اجراء تحقيق كامل للوقوف على ملابسات وفاته. النيابه تولت التحقيق واحنا لن نتستر على اي اوجه قصور، واذا ما ثبت قصور او تجاوز لن نسكت عنه او نتستر عليه. تمام. بس هو ست اللواء كان حصل حاجه قبل كده في اسم المطريه اكتر من حاجه نفس حاجات مشابهه ولا انا متهيألي؟ يعني انا بتكلم على الواقعه دي الحقيقه، يعني ما يحضرنيش دلوقتي واقعه مشابهه، انما بتكلم على الواقعه دي. ربما انت عارف حضرتك بعض اسم المطريه طبعا اسم محروق وهو يعمل في مكان اخر تمام، ربما غير مؤهل تماما لاستقبال عدد من المحجوزين. ولكن بالفتره الاخيره تم انشاء سجن مركزي لتخفيف تكدس المودعين في غرف الحجز. طب تفسير حضرتك ان بعض الناس راحوا من نقابه المحامين شافوا جثمان الكريم ولقوا عليه يعني اثار معينه ومش مثبته في يعني هو انت عارف في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الوقائع تكسر الاقاويل من هنا ومن هناك تمام. ولكن احنا بنرتضي بما يثبته الطب الشرعي وبنرتضي بما تنتهي اليه التحقيقات، وكل ما تنتهي اليه نحن نوافقه تماما. اما ما يقال هنا وهناك فغالبا مثل هذه الاقاويل يعني لا يكون لها سند من الحقيقه او صحيح، يعني خاصه اذا كان هو يعني في حوزه النيابه وفي حوزه الطب الشرعي، فمش كل مش سهل قوي ان كل صحيح صحيح طبعا على جثمانه صحيح. بس انا يعني يعني طلب شخصي من سيادتك يعني وانا عارف ان انت رجل همام انه تبصوا على اسم المطريه حصل فيه كم حادثه مشابهه عشان نشوف يعني برضو تديكوا يعني فكره وانتوا بتحققوا مظبوط ولا ايه؟ بالفعل بالفعل تمام ست اللواء هذا الموقف يعني تمام ست اللواء. اشكرك على الرد جدا ست اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخليه للاعلام والعلاقات. يعني وانت بتحقق لما نبقى مثلا في مكان معين حصل حاجه ماشي تم يعني ماشي تحقيق، انما لما يبقى حصل حاجه وهي حاجه وهي حاجه يبقى في مشكله ولا ايه؟ مش عارف بقى.